السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is MG AutoRepair. اليوم عندنا ديستور فيها محرك هذا انسيس، عنده واحد المشكلة، هذا راح الورشة تغيير الزيت وبدلوا له لي بوجي. على كل حال وصار لهم مشكلة هنايا، تكسر له البولون تاع لابوبين اللي يحكم لابوبين. ان شاء الله دوكا انا عندنا المهمة تاعنا نحيو هذاك البولون ونستبدلوه بولون دوريفين كيما تاعها. عليك ياك ماتي التعويت. دوكا نحيو الكوليكتور ان شاء الله ونشوفوا اسكو نقدروا نحيوه ولا ما نحيوهش. راح نستعينوا ببعض المعدات. وصلنا الدعم من قام اوتياج، ربي يحفظهم ان شاء الله، الشيخ رضوان، الشيخ حمزه، ماتيريال اندستريال. عندنا لي تورنو غوش باش نقدروا نحيوه ان شاء الله. راح نشوفوا مع بعض، ابقوا معنا. بعد ما نحيو الكوليكتور اول حاجه نديروها، قولوا لي تشوفوا شنو نديروا. لازم نغطيو المدخل تاع الهواء باش ما يصرالنا حتى غلطه. ثانيا واش نديرو؟ نجيبو بوانتو هنايا، يعني بوانتو بوان في اللاكس بهذا، هذا الفاليزه هذه على كل حال، وفيها البوانتو، فيها البوانتو وفيها هذا اللي ليميو بها كي بيرسيو، وفيها ستيلو باش يتراسيو به بالبوانتو هذا. نديرو بوان هنايا ونكملو نثقبو، بالرقيق، ومن بعد نزيدو له شوية ومن ندير نستعملو التورنوغوش المناسب. أنا خيرت باش بون هادي الترو اللي نديروه، أنا خيرت باش نبرسي بالطروة. نبدا بالطروة ونشوف. رانا درنا له ترو بالطروة مليمتر، ومن بعد كبرتو بالطروة فيرغيل سانك، طروة ايدمي. دوكا نشوفو التورنوغوش المناسب. اللي ما يعرفوش هاو ليك التورنوغوش، ديروه هنايا. دوك هذا جا صغير، لازم نشوفو اللي كبير عليه. دونك صبنا هذا هو المناسب. دوك شوفوا مع بعض كيفاش نخدمو به. هذا يدور العكس، موش حاكم مليح. دوك نزيرو مليح. رانا انهينا المهمة بصعوبة، ما كنتش متوقع يعني، باسكو هذا تقصص لهم كي كانوا يزيروا. واش معناتها؟ البولون كي ما يكونش تاعو، خطر هذا تودر لهم ودار له واحد طويل يلحق لتحته، يلحق افو كي يزير هنا يبدا يتلوى، يزير زير يبقى يفورسي تحته. غبنا شوية في الديمونتاج تاعو، وهنا بك كما كنت تعرفوا هنايا لاكسيس هذا، يعني الميش لازم تبرسي بالطروة، وكي دير تورنوغوش طروة يقدر يتكسر لك، ولا تكسر لك تورنوغوش طروة ما تقدرش تبرسيه من بعد. تما حنا احتياط خدمنا خدمة مليحة. واش درنا دوكا؟ حفرناه، خدمنا له الفيطاج تاعو كيما لازم الحال، ورجعنا له البولون الاصلي تاعو. هاكا راه يمشي بكل مرونة، هاكا ان شاء الله راه مريقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.